قبل ما نبلش بدي احكي شيء جدا مهم. مثل ما بتعرفوا ب 15 ايلول اللي حيكون في حدث كود نيكست وحيتم الاعلان عن وورزون موبايل، صحيح؟ بس معكم الخبر انه بكره اللي حيكون في حدث تاني لوورزون موبايل، بكره يعني ب 10 الشهر، مش ب 15 ايلول، ب 10 ايلول اللي حيكون في حدث بقلب جيم سبوت اللي حيحكوا في عن وورزون موبايل. فاذا الله راد بكره رح نغطي لكم اياه، فخليكم مستعدين يا اخوين لبكره فيديو شيء جدا ناري. فالمهم يسعد اوقاتكم جميعا، ونرجع لكم فيديو جدال عن وورزون موبايل. رح نسولف بقلب الجيم بلاي، رح يكون في جيم بلاي حتشوفوه، ورح نسولف بقلبه هل حنتوقع ب 15 ايلول اللي حيكون في تغير شامل بالجرافيك، رح يكون في تحسينات اسطوريه ولا لا. اذا المره تشوفنا على يوتيوب متاب وورزون موبايل تقل حط لايك وسبسكرايب وبس، خروا على الجيم. ليتس جو بيبي. بسم الله يا كريم، جيم بلاي جديد يا اخوان. انتم عم تحضروا الجيم بلاي وعم تتسلوا، حاحكي لكم هول سويلف كتير مهمه اللي حنحكيهم يعني بعد شوي. بس للاشاره شغله، الموسيقى بالخلفيه اللي عم تسمعوها هيدي الموسيقى الرسميه لوورزون موبايل. فيا اخوان يعني بعتقد هيدي الموسيقى اخذينا من مودرن وارفر السيزون السادس او الرابع هيك شيء، فمش معجبين حالهم كتير موسيقى جديده لوورزون موبايل. المهم خلينا نحكي هلا بسولفنا الأساسية واللي هي هل وورزون موبايل مثل ما بتعرفوا انتم شايفين هيدي آخر نسخة ألفا. فب 15 الشهر رح يتم بس مثل ما بتعرفوا وورزون موبايل عند كل ستريمرية اللي بنعرفهم لكود موبايل الأجانب. العرب مثل ما بتعرفوا ما بيهتموش فيهم كالعادة. خلينا نحكي الشيء مهم، ففي اختلاف أكيد بين الألفا والبيتا، بس مثل ما بتعرفوا فيش مسافة كتير كبيرة، في مسافة تقريبا شهر ونص بين أول ألفا والبتة يعني البتة اللي بعدها. فهل حنتوقع نشوف يعني في تغير بالجرافيك شامل، يعني تغير جرافيك أسطورة وحركة وقصص والشمس والإضاءة هل حتتغير 100%؟ للصراحة أنا بلاحظ أو بعتقد إنه شهر ونص مدي مش كافي ليصير فيها التغيير التوب. هلا في عندنا خياران يعني بهالموضوع، يعني مثل ما بتعرفوا في 9 إلى 10 شركات عم يشتغلوا على تطوير وورزون موبايل. هذا عدد شركات مش سهل ابدا يعني يا اخوان، يعني في شغل بشكل مش طبيعي. تصوروا 10 استديوهات 9 استديوهات عم يشتغلوا على وورزون موبايل، فبعتقد انه في فرصه انه يعملوا تغيير اسطوري. وكمان في عندنا الخيار الثاني كونه مثل ما بتعرفوا يعني خبرتهم تطوير العاب الموبايل مش كل هالقد، فما بعتقد حيكون فيها التطوير الاسطوري او هالجوده الاسطوريه المغيره او هالاوبتمايزيشن كمان الكبيره على التليفونات الضعيفه. فبالنسبه لنسخه البتا يا اخوان انا برايي ما حنشوف هالتغير الاسطوري. في حدا ممكن يخلفني الراي لانه في 9 استوديوهات 10 استوديوهات بتمنى يكون في تغير اسطوري، بس مثل ما قلت لكم هذا رايي بالنسبه لي. فيا اخوان يعني مثل ما ملاحظين بالجيم بلاي الاضاءه، هلا بالاضاءه وانت ماشي بالموتوسيكل او يعني منيحه، بس الاضاءه وانت فايت على قلب البيت مقرف كتير، بتنزع جو اللعبه بالمره. بس لقينا يعني نقله نوعيه من اول الفا لتاني الفا يعني مثل ما ملاحظين عندنا هون. بس لايكو السكوب شفتوا قديش مقرف السكوب، يعني بدكم يا بعد في شغل كتير على اسلحه، تكستشر الاسلحه، بس كمان تكستشر الحيطان كمان مقبول كتير اذا ملاحظ يعني. فما بداش كل هالقد شغل اصلا يعني بالموبايل، هن التكستشر بحطوهن هاك حتى ما تكون مساحه الماب كتير كبيره، فبيقللوا جودة التكستشر، بتصير مساحة الماب قليلة لحتى تكون يعني متوازي مع العاب الموبايل. فأكيد يعني العاب البي سي ما بتتقارن ابدا مع العاب الموبايل، لانه العاب البي سي 50 جيجا ومطاء وطالع صارت هلا، شوي شوي عم تزيد الحجم. ونفس الشيء الموبايل يعني حتى كول اوف ديوتي كله كود موبايل مش مقصر بهالموضوع، 19 جيجا ل 20 جيجا اذا بتنزل كل الاضافات. بس مش عم نحكي كماب وحده الجرافيك تبعه اسطوري، عم نحكي ككميه محتوى مالتي بلاير لباتل رويال سكنات وقصص وحكايات. اكيد فهمتوا علي. بس اللي بيميز هيدي واللي اصلا بحس انه ما بدها ابدا تغيير بالحركه يعني هلاك التكستشر، بعتقد انه الحركه 100% ظابطه معهم. نفس الشيء بورزون او على الاغلب مثل مودرن وارفر 2، لانه قلنا لكم يعني الحركه اللي حتكون والتطوير رح يكون على مودرن وارفر 2، على محرك مودرن وارفر 2، ما حيكون على محرك مودرن وارفر الاولاني تبع 2019. وهذا الشيء يعني بيميز هلا اللعبه الجديده. فكمان بدي جيهم يشيلوا هيدي البيضه اللي بتطلع وهو عم يقوس، عن جد بتحسها جدا مزعجه لو بهاك يصغروها شوي. بس بالنسبه لباقي التفاصيل يعني ما بدناش، حتى منظور الشخص الاول يعني اللي بيحكي لي انه معقولي بالبتة
نلاقي منظور شخص اول منظور الشخص عفوا منظور الشخص الثالث منظور الشخص الثالث وما في منه امل. بعتقد ما حيكرروا غلطة ايبكس كول اوف ديوتي بس بتمنى لو يقدروا يعملوا شو اسمه مود اف بي بي عفوا تي بي بي يكون 100% حاله ويعجب كل الناس. بالنهاية انا بحب العب تي بي بي وبحب العب اف بي بي ففي العاب خرجت اللعب تي بي بي في العاب مش خرجت اللعب تي بي بي مثل وورزون معودان عليها من نسخة البي سي ما فيها ابدا تي بي بي. فيا اخوان يعني هذا مثل ما كنتم شايفين بقلب الغرفة الاضاءة مش كلها القادة منيحة بس اللذي فيها انه الرؤية يعني تشوف انت انك تشوف واحد عن بعيد يعني كتير سهل انك تشوف بالقناصة عكس نيو ستيت اللي ضلت فترة كتير كبيرة حتى صلحت هالمشكلة. فيعني مراهنتنا عن وورزون كبيرة الصراحة في عنا امل كتير كبير بوورزون. لاحظتم بظرف اسبوع اسبوعين ثلاثة صار في نقلة نوعية من الالفة الاولى للالفة الثانية وحاليا البتة مثل ما قلت لكم بكرة اذا الله راض بحدث جيم سبوت رح غطي لكم كل شيء عن وورزون موبايل. يعني تصوروا يا اخوان ما قبلتش تخليكم ناطرين ل 15 الشهر ب10 الشهر رح نغطي لكم كل شيء بجيم سبوت اذا كان الانترنت مناح رح اعمل بث مباشر يعني وغطي لكم اياه مباشرة يعني ترجم لكم الحدث. واذا كان الانترنت زبالي مثل ما بتعرفوا بلبنان فلح اضطر نزله كفيديو مش كلايف ستريم. فان شاء الله خير يا اخوان بتمنى يكون في شيء هيك علي القيمي بحدث جيم سبوت اللي هو اكيد حيكون حدث كود نيكست حيكون اكبر بكتير من جيم سبوت. بجيم سبوت رح يكون في اعلان عن كود وورزون موبايل وعن مودرن وارفير 2 وعن ببجي موبايل خريطة الجديدة وعن يعني في العاب كتير موبايل حتى يمكن رينبو 6 سيج وحتى كمان فالورنت موبايل يعني اللي ناطرين هول الالعاب كلها حيتم الاعلان عنها بجيم سبوت كود نيكس مثل ما بتعرفوا حدث 15 اللي هو الخاص بس بكول اوف ديوتي لشركه اكتيفيجن. اما حدث جيم سبوت فشامل كل اللعب واللي منهم وورزون موبايل عاد هاي يعني انا الحدث ناطره فممكن يعطينا شيء يمكن ما ينوجدش اكيد بكود نيكس وهذا الشيء اللي بدنا اياه يعني بالنهايه. بس ما شاء الله الجيم بلاي هلا عم شوفه 19 كل يعني جيم بلاي نووي. بس اخوان بنعتذر منكم يعني الجيم بلاي بلا صوت كان بدي اياه يكون بصوت بس للاسف اللي سربه او اللي كان عم يلعب الجيم بلاي مش مصور الصوت بس مصور الجيم بلاي هلا كتر خيره بالنهايه يعني عم يسرب لنا جيمات بلاي بس كان الافضل يسرب لنا الصوت بفرد مره ما زال سربه فرد مره هيك. فيا رب ان كلش سترايكات يا اخوان بلعنا سترايك من اكتيفيجن ها ان شاء الله ما نبلعش الاسترايك الثاني فشكل الجيم بلاي اصلا صار خالص. ايه ها اخر كل لاحظتوا الحركة اوكي اخر كل. فما هنكون خلصنا الفيديو اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تحط لايك وسبسكرايب انتظرونا بكره وب 15 ايلول وبكل يوم يا اخوان فبس سلام يو